كل من يفهم عني ما ايوه بغير. لا انا نكسان ولا ضعفان ولا مسطول ولا سكران ولا زاير من عيني الضي ولا حد احسن مني في شيء. الكاريكاتير فكره اساسا، فبعلم الاولاد كيفيه وصول الفكره للهدف بتاعه. اتفاجئت ان انا طلاب هنا بالرغم ان مفيش كليات للفنون، في ناس منهم عندهم معرفه كويسه بمختلف الحرف ومختلف الفنون، لكن اهتمام الولاد بالمجال وبالموضوع بهرني بصراحه. الطلبة تفاعلوا جدا مع الفكره وعملوا مجهود كبير وقدموا اعمال ليها قيمه كبيره جدا. جامعة المستقبل تنافس وبشدة من خلال أعمال الطلاب في أنشطة شديدة التخصص. كل واحد كان بيحاول يعمل القناع بطريقته هو ويحملها التعبير اللي هو حابب يشوفه أو حابب يعبر عنه. فن المرج خيط ما لهوش قيود، من خلال أصايص بسيطة جدا وإزاي يقدر يحقق الطالب لوحة ممكن يديها كهدية. دي لفتة لطيفة جدا الحقيقة من جامعة المستقبل انهم يشوفوا ابداع كل فنان. انا سعيدة بيوم ثقافي فني انها بتنشر وعي ثقافي وفني خارج الجامعة. الورش السنة دي منوعة، هي دايما ليها موضوع موحد، انما في حرية كاملة عند جميع الطلبة انهم تشتغل باكتر من مجال مختلف. بشكر طبعا جامعة المستقبل على التجربة الجميلة ديت اللي هي كل سنة. السنة اللي فاتت استمتعت جدا بالتجربة، والسنة دي المتعة أكبر وأكبر. من حوالي 10 سنوات جينا جامعة المستقبل نأسس لورشة فنية لرعاية المواهب وتنميتها. السنة دي عملنا موضوع مختلف وهو عرايس صلصالية عن أفريقيا، مسمى الفيلم اللي هيتحرك عليه اسمه أفريقيا والمستقبل. مناسبة جميلة أوي، بس اهلي وعيلتي. دكتور جورج بحبوري النهارده بيرسل لنا تقريبا كاريكاتير لكل الموجودين في الملتقى. الطلبه كانوا ممتازين جدا ومستوعبين اللي انا بعمله. ان الفن
هو قوة ناعمة في الجامعات وفي مصر وفي كل شعوب العالم. لأن احنا مش ناقصنا إلا نحط البيبيونة على لبسنا وهي الفنون الجميلة. بنسعد بكل عام بتنظيم مهرجان قاهرة المعز وسور الأزبكية، وبيشارك فيه العديد من الورش الفنية.